مثل ما وعدتكم بالسابق أنا راح أسوي لكم هذا الفيديو شلون ننقل الصور بين الآيفون وكمبيوترات الويندوز. أول شيء راح تسوي أنك راح تحتاج إلى كيبل التوصيل توصله إلى جهاز الكمبيوتر. وتوصل الآيفون. بعدها راح نفرق بين شغلتين، أن أول شيء أبي أسويه شلون أنقل الصور اللي موجودة بالآيفون إلى الكمبيوتر. عملية نقل الصور من الآيفون إلى الكمبيوتر ما تحتاج إلى برامج، مجرد أنك تدخل مكان الملفات وتروح إلى This PC، وبعدها راح تلقى هني أبل آيفون. أول مرة توصل الآيفون على الكمبيوتر راح يطلب منك أن تضغط على زر وثوق بالآيفون وبالكمبيوتر، أو أنك تضغط على Trust إذا كان بالإنجليزي. بعدها راح يبدأ معاك بهالطريقة، راح يطلع لك هني أبل آيفون. بعد ما تدخل عليه راح تلاحظ هني الستورج، تدخل على الستورج DCIM، هني راح تطلع لك الملفات الخاصة بالصور اللي موجودة بآيفونك. مثل ما أنت شايفين لو دخلنا على واحد منهم راح تلاقون مجموعة من الصور، هذه الصور موجودة بالآيفون. أقدر أنسخهم مجرد التضليل عليهم، الضغط بالزر اليمين اختيار كوبي، واروح أي مكان بالجهاز أسوي له مثلا مجلد جديد. بعدها بهذا المجلد راح أفتحه، أقدر أنسخ الصور، وبهالطريقة انتقلت من الآيفون إلى الكمبيوتر. طبعا اللي موجودين هني كل الصور اللي موجودة على الآيفون من هذا المكان ما راح تقدر تمسحها ولا تنقل صور لهذا المكان، يعني ما راح تقدر تنقل الصور اللي بالكمبيوتر إلى الآيفون بهذه الطريقة، لأنه هو يشوفه فقط كهاردسك تقدر تقرأ وتشوف اللي موجود فيه بدون ما تعدل عليه. صلاحيات التعديل موجودة بمكان ثاني، صلاحيات التعديل راح تحتاج إلى برنامج الآيتونز. إذا ما كنت منزل برنامج الآيتونز، مجرد أنك تدخل على جوجل تكتب فوق آيتونز وتضغط انتر بس كلمة آيتونز، وبعدها راح تلاقي آيتونز أول وحدة تدخل عليها، وبعدها راح تلاقي هني get it from مايكروسوفت، راح ينزل معك عن طريق ستور مايكروسوفت اللي هو ضغطت هني راح يفتح معك مثل ما انت شايفين هذه الصفحة اللي هي صفحة مايكروسوفت. لو ضغطت على get راح يبطل لك هذه الرسالة اللي تقول لك ابي احولك على الستور الخاص بمايكروسوفت، تضغط open مايكروسوفت ستور راح يحولك على طول على برنامج الايتونز، وبهالطريقة انت تنزله من الستور بدون ما انت تسوي له داونلود بموقع، وبالطريقة القديمة صار اقرب الى استخدام الايفون في ستور، وتقدر تضغط على انستول وراح يبدأ معك التحميل. بعد ما تنزل برنامج الايتونز، برنامج الايتونز موجود عندي هني بالجهاز، فاللي راح أسويه يا أما تروح على ستارت من تحت وتبحث عن الآيتونز بهذا المكان، تنزل لي حرف الآي، من هذا المكان تفتح الملف هني وتختار آيتونز، أو تقدر بالأسفل هني تكتب على طول آيتونز وراح يطلع لك البرنامج. أول ما تشغل البرنامج راح يفتح لك بهذه الطريقة، راح تلاحظ هني ان طلع في هاتف موجود فوق هني بالاعلى، وايضا راح تلاحظ هني الديفايسز، راح تلاقي اسم جهازك موجود بهذا المكان. اذا كان عندك الايتونز بالعربي راح يكون الاجهزة هني، راح تلاقي اسم جهازك. اللي راح تسويه انك راح تضغط على التليفون اللي موجود بالاعلى، بعدها راح تروح الى فوتوز بهذا المكان هني. اذا رحت على فوتوز راح تلاحظ ان سينك فوتوز هني مسكر، فسينك فوتوز هذا تشغله، وبعدها راح تسوي تشوز فولدر هني، راح تقدر تختار الملف اللي انت حاط فيه صور وتبي الصور هذه تي للايفون. فانا مسوي على سبيل المثال على الديسكتوب ملف مسميه يويو، راح اضغط عليه بعدين اختار select folder. مثل ما انتم ملاحظين طلع لي فوق يويو وفي داخله ثلاث صور، وايضا هني عندك علامة صح تحطها على include photos عشان اذا كان في فيديوهات بالملف ايضا ينقل لك اياها للايفون. فكل اللي راح تسويه انك راح تضغط على sync، راح يبدأ الحين بنقل الصور من جهاز الكمبيوتر الى الايفون.
من بين الخطوات أيضا هو يسوي لك باك اب على الكمبيوتر، نسخة احتياطية من كل الجهاز، بحيث إذا صار أي شيء بجهازك تقدر ترجعها بأي وقت. تنتظر شوي راح تشوف إنه هو سوى كوبي للثلاث صور، والحين إذا ينع التليفون ودخلنا على الفوتوز راح نلاحظ إن الصور الجديدة صارت موجودة، اللي هي هذه الصور اللي هي مثل ما أنت شايفين هني ملف يويو. هذه هي الثلاث صور موجودة بهذا المكان مثل ما انت شايفين، ثلاث صور انا مختارها، فكانهم الثلاث صور انزلوا على الايفون. بهذه الطريقة كان النقل وايد سهل وبسيط. اذا تبي تتعلم شلون تنقل الموسيقى الى التليفون راح تلاقون فيديوهات موجودة بقناتي اشرح فيها عن الموسيقى، شرحتها قبل سنة تقريبا، وايضا فيديوهات كثيرة تعلمك وايد اشياء بالايفون وايد اشياء بالكمبيوتر. كان هذا موضوعنا لهذا اليوم، لا تنسون تشاركونا بالتعليق ايش رايكم بهذا الموضوع وشو المواضيع اللي حابين تتعلمون عنها. ايضا كتبوا لنا رايكم ايش رايكم بازالة الانترو اللي هي المقدمة اللي كانت موجودة بالفيديو قبل، إزالة الموسيقى، إزالة اللوجو، إزالة كل شيء ممكن يأثر عليك، ونخلي الفيديو بشكل مباشر وبسيط. كتبوا لنا رأيكم بالتعليق. كان هذا موضوعنا لهذا اليوم، نوصل للختام، معكم سيد محمد الهاشمي، مع السلامة.